هناك عدد من النجمات التي كسرن العديد من الحواجز ونجحن في اكتساب ثقة الجمهور من حيث تصدر البطولة المطلقة لبعض الأعمال الدرامية الخليجية التي تعرض على شاشة أكثر من منصة عربية وعالمية، وكان بعضهن يمتلك خبرة طويلة ومسيرة فنية ناجحة. إليكم أبرزهن في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير. ليالي دهراب على مدار السنوات الأخيرة باتت من أهم نجمات جيلها من حيث الشهرة والنجاح الدرامي، وقدمت جديداً في مسلسل ماما غنيمة الذي نجحت كعادتها في الحفاظ على مكانتها كبطلة رئيسية قادرة على تقديم أعمال درامية أكبر في المستقبل. أداء استثنائي قدمته النجمة السعودية إلهام علي من خلال مسلسل جريمة قلب الذي عرض على منصة شاهد ونال إعجاب قطاع كبير من الجمهور وإشادات واسعة على السوشيال ميديا، وكان العمل بمثابة تأكيد جديد على الموهبة التي تمتلكها إلهام علي وقدرتها على الاستمرار كبطلة أولى. الفنانة البحرينية نور الشيخ قدمت خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية مع كبار نجوم الدراما، لكن يظل مسلسل ذهبت مع الماء عمل درامي استثنائي في مسيرتها بسبب تصدر بطولتها من خلال شخصية غيمة التي تعاني بعد انفصالها أكثر من مرة، وكان لدور نور الشيخ ردود فعل إيجابية وإشادات واسعة. روان مهدي أثبتت موهبتها الكبيرة في مجموعة من الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتها خلال الفترة الماضية. جاء تتويج خطواتها ببطولة مسلسل الصفقة الذي انطلق عرضه في شهر فبراير الماضي على شبكة نتفليكس، وحقق ردود فعل إيجابية بسبب قصة العمل والبطولة النسائية التي تسيطر عليه. شجون الهاجري بعد نجاحها الملفت في أكثر من مسلسل تصدرت بطولته المطلقة والتي كان آخرها مسلسل ملاك الرحمة وهروب وبيبي، سعت لتقديم نفسها بشكل مختلف من خلال مسلسل غسيل، وهو العمل الدرامي القصير المعروف على منصة شاهد، ولا تزال حلقة المسلسل تحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور في الخليج والعالم العربي. روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية سجلت نجاحاً مهماً في مسيرتها الفنية وتستعد لعرض مسلسل جديد يحمل عنوان الدولة العميقة سوف يعرض في الفترة المقبلة. ميلا الزهراني من الوجوه النسائية الخليجية التي قدمت نفسها كبطلة رئيسية في أكثر من عمل خلال الفترة الأخيرة. التوهج الأكبر من خلال مسلسل فقد الذي تصدرت بطولته وتدور قصته في إطار من الدراما والتشويق، وحقق ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور.